بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أحبابي أعزائي طلاب الصف الأول بتدريب تبوك الأهلية، مرحبا بكم استكمالا للدرس الثاني بعنوان ضيف جديد. نبدأ في قراءة الدرس قراءة متميزة. ابدأ أيها الطالب البطل. ضيف جديد، دخلت المعلمة الفصل فرأت التلميذات يتحلقن حول نوره. سألت المعلمة: ما الأمر؟ أجابت نوره: زميلاتي يباركن لي يا أستاذة، فقد أنجبت أمي مولودا. المعلمة: مبارك يا نورة، سأزور أمك وأبارك لها إن شاء الله. وفي نهاية الأسبوع زارت المعلمة أسرة نورة وباركت لها المولود الجديد وقدمت له هدية. بارك الله فيك صديقي العزيز. ماذا ترى في الصورة التي أمامك؟ أرى المعلمة وهي تقدم هدية للطفل الصغير وتحمله. أحسنت، بارك الله فيك. استكمالا لدرسنا السابق، نبدأ في إظهار مجموعة المهارات في الكلمات. اقرأ الكلمة. مبارك. ما نوع المد؟ مد بالألف. وما حرف الممدود؟ حرف الباء. اقرأ المقطع المد مع بعضه. باء. هل يوجد مهارة أخرى؟ نعم، تنوين ضم. جعله كس. مبارك. جعله فتح. مباركا. سند، بارك الله فيك. أنتقل معي الكلمة الأخرى، اقرأ. سأزور. ما نوع المد؟ مد بالواو. أحسنت، بارك الله فيك. اقرأ المقطع المد مع بعضه البعض. زو. حرف الراء ظهر بأي شكل من الأشكال؟ جاء في آخر الكلمة منفصل. انتقل للكلمة الأخرى. أحسنت، بارك الله فيك. اقرأ. وأبارك. أحسنت، مد. المد هنا بالألف باء. بأي شكل ظهر حرف الكاف بآخر الكلمة؟ جاء في آخر الكلمة منفصل. بارك الله فيك. انتقل معي الكلمة الأخرى، اقرأ. نهايتي. هل تستطيع أن تأتي ضد هذه الكلمة؟ نعم أستطيع. تفضل. بدايتي. أحسنت، ما نوع المد؟ مد بالألف. وما الحرف الممدود الذي قبله؟ حرف الهاء. أحسنت، بارك الله فيك. ما نوع التاء، مفتوحة أم مربوطة؟ تاء مربوطة. هل تستطيع أن تميز بين التاء المفتوحة والتاء المربوطة؟ مفتاح السكون يا أستاذي. بارك الله فيك. اقرأها ساكنة. نهاية. أجد عليها ال. النهاية. أحسنت، بارك الله فيك. داخل الكلمة الأخرى، اقرأ. الأسبوعي. أحسنت، ما نوع اللام؟ اللام لام قمرية. وما نوع المد؟ مد بالواو. أحسنت، بارك الله فيك. حرف العين ظهر بأي شكل من الأشكال؟ جاء في آخر الكلمة منفصل. بارك الله فيك. كلمة الأسبوع مفرد أم جمع؟ مفرد. هل تستطيع أن نجمعها؟ الأسابيع. بارك الله فيك. انتقل للكلمة الأخرى، ابدأ أيها الطالب متميز في قراءة الكلمة. زارتي. هل يوجد بها مهارات؟ بها مد بالألف وتاء مفتوحة في آخر الكلمة. أحسنت، بارك الله فيك. انتقل معي للكلمة الأخرى، كلمة اقرأ. هذه الكلمة نورة. هل يوجد بها مد أم لا يوجد؟ بها مد بالواو. وما الحرف الممدود؟ نو. أحسنت، اقرأ المد مع الممدود. نو. أحسنت، بارك الله فيك. اقرأ الكلمة. وباركت. نوع التاء مفتوحة أم مربوطة؟ أرى أنها تاء مفتوحة يا أستاذي. أحسنت، هل تميز بين التاء المفتوحة والتاء المربوطة؟ نعم، بالسكون عندما أقرأها إذا نطقت في السكون تاء فهي تاء مفتوحة،
كات. إذا نطقت هاء فهي تاء مربوطة. أنتقل للكلمة الأخرى. اقرأ. المولودة. هل هي مفرد أم جمع؟ مفرد. هل تستطيع أن تأتي لها بالجمع؟ نعم. المواليد. نوع اللام قمرية ولا شمسية؟ لام قمرية. لماذا قمرية؟ تكتب وتقرأ وعليها سكون. هل يوجد هنا واو في وسط الكلمة واو قبل الأخير؟ هل تستطيع أن تميز بينهما؟ هذه الواو ساكنة وما قبلها مفتوح، أما هذه واو حرف مد حسن. وما قبلها مضموم. بارك الله فيك. انتقل معي للكلمة الأخرى. اقرأ. الجديدة. هل تستطيع أن تجرد هذه الكلمة من آل؟ نعم. جديدة. أحسنت. هل تستطيع أن تنونها تنوين فتح؟ جديدا. كسر. جديد. ضم. جديد. كلمة جديد، هل تستطيع أن تأتي بضد هذه الكلمة؟ القديم. بارك الله فيك. وما نوع اللام؟ هي لام قمرية. انتقل معي للكلمة الأخرى. اقرأ. وقدمت. أحسنت. استخرج المهارات كاملة. بها حرف مشدد وهو حرف الدال. بارك الله فيك. هل يوجد مهارة أخرى؟ نعم. بها تاء مفتوحة جاءت في آخر الكلمة مت. أحسنت. بارك الله فيك. ننتقل إلى الكلمة الأخيرة بالدرس. اقرأ. هدية. مفرد أم جمع؟ هذه مفرد. هل تستطيع أن تجمعها لنا؟ هدايا. بارك الله فيك. وما نوع التنوين؟ تنوين فتح. اجعله كسر. هدية. اجعله تنوين ضم. هدية. هل يوجد فيها مد أم لا يوجد؟ يوجد مد بالياء. هل حرف مشدد هنا؟ ما هو حرف؟ الحرف المشدد هو عبارة عن حرفين، الأول ساكن والثاني متحرك، وكذلك حروف المد هي حروف ساكنة. بارك الله فيك. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية درس ضيف جديد، وأتمنى منكم زملاء الطلاب وأحبائي وأصدقائي جميعا نسخ هذا الدرس نسخا كاملا مع مراعاة وضع الحركات الضبط والساكن والتنوين وغيرها من الحركات، مع تحسين الخط والالتزام بالكتابة على السطر، الحروف التي تمشي على السطر والحروف التي تنزل عن السطر. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.